أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، والتي نسلط فيها الضوء على أداء حزب الإصلاح منذ الانقلاب على الدولة في سبتمبر 2014 وحتى اليوم. التجمع اليمني للإصلاح هو أحد أكبر الأحزاب السياسية اليمنية إثارة للجدل على المستوى المحلي والدولي، إذ يراه البعض مسؤولاً عن كثير من المشكلات السياسية في البلد، إضافة إلى كونه يحمل إرثاً ثقيلاً من الخصومات، ربما أبرزها مشاركته في حرب صيف 94 التي خاضها مع نظام مخلوع ضد الجنوب، كما يواجه تهماً من قبيل أنه إحدى أدوات القوى التقليدية التي عرقلت مسيرة الحياة المدنية في اليمن، في حين يعتبره الإماميون حجر عثرة في وجه مشروعهم السياسي والمذهبي، بينما يراه المخلوع صالح وأنصاره أكثر من يتحمل مسؤولية الإطاحة بالنظام السابق، إلى أن لحقته مؤخراً تهم العمالة للسعودية من قبل تحالف الإنقلاب، وعليه تم مطاردة واختطاف قياداته وأعضائه في الداخل. وبالمقابل هناك من يرى أن الإصلاح برغم المآخذ التي عليه يظل حزبا سياسيا أسهم في إثراء الحياة المدنية في اليمن من خلال تجربته الطويلة المتمثلة بخوضه 6 جولات انتخابية رئاسية وبرلمانية ومحلية، فضلا عن تحالفاته مع مختلف القوى السياسية خلال ربع قرن منذ تأسيسه. حول أداء حزب الإصلاح خلال الفترة الحرجة التي رافقت الانقلاب والمآخذ والتهم الموجهة إليه، وكذلك عن مستقبل الحزب وعلاقاته مع الفرقاء السياسيين في الداخل والخارج، ستكون حلقتنا لهذا الأسبوع من فضاء حر مع ضيوفنا من اسطنبول القيادي في حزب الإصلاح عدنان العديني، ومن القاهرة الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، وفي البداية دعوني أتوجه إليكما بسؤال مشترك وأطلب الإجابة عليه في أقل من دقيقة، والبداية معك سيد عدنان. هناك من يحمل الإصلاح جزءا كبيرا من المسؤولية فيما آلت إليه الأمور اليوم باعتباره أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلد، وشارك في إدارة المرحلة الانتقالية التي سبقت الانقلاب. إلى أي حد يتحمل الإصلاح هذه المسؤولية؟ طبعا سأأخذ الإجابة منك الآن، والإجابة أيضا من السيدة ميساء إلى عبر الهاتف، إلى أن تتوفر معنا عبر الأقمار الصناعي من القاهرة. تفضل سيد عدنان. أستاذ عدنان، نعم أستاذ عدنان العديني، هل تسمعني؟ إذن السؤال أبدأ معك إذن سيدة ميساء، لا أعرف إذا مدى سمعت السؤال. إذن أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل قصير إلى أن ننتقل إلى ضيوفنا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول ومن القاهرة، ومن ثم نعود للبدء بالنقاش. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، وعودة أيضا إلى ضيفية من القاهرة ومن اسطنبول، السيدة ميساء شجاع الدين والسيد عدنان العديني. سيد عدنان، كنت أسألك عن مدى مسؤولية حزب الإصلاح لما آلت إليه الأمور اليوم باعتباره أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتجمع اليمني للإصلاح، هو يتحمل مسؤولية إنجاح الثورة، كونه كان أحد القوى الكبيرة في معسكر الثورة. التجمع اليمني للإصلاح بقراءة منصفة وموضوعية وغير متحيزة، وهذا ما نطمع به من كل الذين يتناولون التجمع اليمني للإصلاح، أن ينظروا إلى مجموعة الأداءات التي قدمها التجمع اليمني للإصلاح خلال الثورة، ما الذي فعله، ما الذي أنجزه، ما الذي قدمه، كيف اشتغل على المستوى السياسي وعلى المستوى الميداني، كيف حسد أنصاره، كيف أدمج كل العناصر، عناصر القوة التي تميز بها التجمع اليمني للإصلاح. نعم، لكننا نتحدث الآن تحديدا عن ما يتعلق بفترة ما قبل الانقلاب، أو الفترة التي
تم التخطيط فيها للانقلاب وإسقاط الدولة في سبتمبر 2014، يعني هنا غاب الدور الحقيقي لحزب الإصلاح. دعني أنتقل بهذا السؤال إلى السيدة ميساء، سأكتفي بالإجابة التي طرحتها وسنناقشها بمزيد من التفصيل في أثناء الحلقة. السيدة ميساء، يعني هو ذات السؤال، إلى أي مدى يتحمل حزب الإصلاح المآل الذي وصلت إليه البلاد من انقلاب وحرب، وهو الحزب الأكبر الذي كان يعول عليه الكثير في الحفاظ على الوضع السياسي والأمني مستقرا في البلد؟ هذا صحيح، حزب الإصلاح يتحمل مسؤولية كبيرة، وخصوصا أنه كان من الفصيل، يعتبر فصيل ثوري. أعتقد أن الأحزاب دخلت المرحلة الانتقالية بأفق إصلاحي في أحسن الأحوال وانتحازي إذا حبينا نقول، لكن هو إذا في أحسن الحالات، في أحسن التوسطات، هو كان إصلاحي. في وقت الدولة كانت محتاجة، الدولة اليمنية كانت محتاجة تغييرات راديكالية جذرية، وكان الحراك الثوري هو تعبير عن فشل إخفاق سياسي كبير جدا، إخفاق للمنظومة السياسية بكل ما فيها من تفاصيل، مش بس السلطة، هي أيضا إخفاق لطبيعة المنظومة السياسية بما فيها الأحزاب السياسية وكيفية إدارتها للمعارضة ضد السلطة. فبالتالي حزب الإصلاح كان دون المستوى. أنا بعتبر أن الجانب الانتحازي كان يغلب كثير على أداء الأحزاب، ما ببرئش حزب الإصلاح منهم، كان الحزب الأكبر وكان يغلب عليه هذا الأداء. أيضا كان في تهافت حزبي على المناصب، كان في نوع من أنهم بمراضعة المراكز قوى جدلية ودينية على حساب إصلاحات الدولة محتاجها، إصلاحات جذرية كانت الدولة اليمنية محتاجها. نعم. واضح جدا بالنسبة للناس أن الأحزاب جاية، مش جاية بمشروع جديد، مش جاية بشيء مختلف. نعم سيدة. علي عبد الله صالح والحوثي تثبت فيها صورة أنها أحزاب فاشلة أو انتحازية أو فاسدة أو إلى غيرها. نعم سيدة ميساء، سوف أكتفي بهذه الإجابة التي هي فعلا بحاجة لكثير من النقاش، سنحاول أن نلم بها خلال الحلقة. أشكركما ضيفي الكريمين، سوف نبني نقاشنا لهذه الحلقة على هذه الإجابات، لكن بعد أن نستعرض هذه المادة التي ترصد أهم محطات حزب الإصلاح منذ تأسيسه. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، وعودة إليك سيد العديني. إذن سقطت العاصمة صنعاء وسقطت الدولة في سبتمبر 2014، وهناك من يقيم دوركم بأنه كان سلبي تجاه الانقلاب، وكانت أبرز ملامح هذه السلبية توقيع حزب الإصلاح على اتفاقية السلم والشراكة. كيف تفسر لنا توقيع حزب الإصلاح على اتفاقية السلم والشراكة؟ هل كان الحزب مجبرا على توقيع هذه الاتفاقية سيئة الذكر؟ وما هي الخيارات الأخرى التي كانت متاحة أمامكم؟ التجمع اليمني للإصلاح كان يراعي مبدأين رئيسيين في تلك الفترة. المبدأ الأول هو الشراكة مع جميع الأطراف السياسية، وأظن أنه الشراكة مع جميع الأطراف لا تتناسب أو لا تتناسب الحلول الثورية مع مبدأ الشراكة مع كل الأطراف. كل الحلول، كل الذين أنجزوا حلول جذرية
كانت قوى انفردت بالسلطة وهيمنت على كل شيء، فيما كان المبدأ الذي ينطلق منه التجمع اليمني للإصلاح سواء في الساحات أو على مستوى الحكومة هو الشراكة مع هذه الأطراف، وبالتالي كانت السمة الغالبة على هذه الفترة هي الشراكة وليس التفرد من قبل أي حزب. أنت ستلاحظ أنه حضور التجمع اليمني للإصلاح يتقارب مع حضور التجمع مع الحزب الاشتراكي اليمني مع الناصري في الحكومة، هناك أنصبة متقاربة، لا أعتقد أن هناك فوارق كبيرة حتى بالشكل الذي يعكس تواجد هذه القوى على مستوى الساحات. أما بالنسبة لإسقاط العاصمة من قبل جماعة الحوثي، كان أيضا الإصلاح حريص حرصا كبيرا على الحلول السياسية. قبل أن تتحدث عن دوره في الانقلاب، عن أي شراكة تتحدث سيد عدنان؟ تتحدث أنت الآن عن شراكة مع ميليشيا مسلحة ليست لديها أي مشروع سياسي سواء حمل السلاح، كل تجربتها في الحياة هي القتال والحرب، هل هذا مبرر؟ هل من المنطق أن تقيموا شراكة مع ميليشيا كانت تحمل السلاح وتم التوقيع فعلا؟ لا أتحدث عن الميليشيات ولا عن جماعة الحوثي، أنا أتحدث عن تجربة من الشراكة التي قامت بين التجمع اليمني للإصلاح ومجموعة الأحزاب السياسية سواء في ساحة المعارضة أو حين تم الانتقال إلى ساحة ممارسة السلطة. نعم، لكنني كنت أسألك تحديدا عن اتفاقية السلم والشراكة وهي أنا أيضا كنت سأتي إلى هذه النقطة. نعم، بالنسبة لذهب التجمع اليمني للإصلاح للحوار السياسي وقبوله مع بقية القوى السياسية لجماعة الحوثي بأن تكون جزء من الحوار الوطني، كان هناك منطقا رائجا بأن اشتراك هذه الجماعة في الحوار السياسي سوف يستقطبها لسوق العمل السياسي ويجعلها تغادر ساحة العمل العسكري، كان هناك محاولة إغراء لهذه الجماعة بأن تدخل في العمل السياسي. أما اتفاقية السلم والشراكة فنحن نتحدث عن قوى خاضعة للأمر الواقع ومكرهة وغير مخيرة، هذا الأمر لو أنه تم والعاصمة تحكمها مؤسسة الدولة وقبل السيطرة عليها لكان يمكن أن يقول أنه خيارا تم القبول به بناء عن إرادة حرة وواعية، أما بعد أن تم إسقاط مؤسسة الدولة حتى رئيس الجمهورية صار خارج غير قادر على أن يتصرف بشكل حر وبقي أسيرا، والإرادة السياسية كلها في البلد صارت مختطفة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن بالعكس أن التجمع اليمني للإصلاح في أدائه هذه حاول أيضا حتى اللحظة الأخيرة أن يجنب البرد الحرب وأن يقول لهؤلاء ابقوا على الدولة، ابقوا على مؤسسات الدولة السيادية، وحتى نستطيع أن نقول أن هناك قاسما مشتركا وملاذا للجميع ومرجعا عاما ومركزا وطنيا يحفظ التوازن العام، كانت هذه هي أهم الأهداف التي جعل الإصلاح برغم سيد عدنان، برغم أنه لم يكن هناك أي مؤشرات لما أشرت إليه في حديثك، يعني لم يكن هناك أي مؤشرات لهذه الجماعة بأنها فعلا ذاهبة إلى العمل السياسي، لأنها حتى أثناء مؤتمر الحوار الوطني كانت حروبها مع القبائل في المحافظة الأخرى يعني قائمة على قدم وساق. أستاذة ميساء شجاع الدين، ما الذي كان بوسع حزب سياسي أن يفعله لإنقاذ الدولة من السقوط والانهيار أمام حلف انقلابي بحجم ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح؟ عمليا هو لوحدة ما صدق طمع هي كانت لحظة فشل الأحزاب في إدارة المرحلة الانتقالية وفي إدارة في أنها تستفيد من المكاسب الثورية اللي تحققت لها. نعم، هذا كان واضح جدا. فوقتها كان المستهدف الأساسي من لحظة إسقاط صنعاء هو حزب الإصلاح، هذا شيء معروف، يعني كان الهدف هو إسقاط الفرقة، إسقاط حزب الإصلاح بدرجة أساسية، وأنه بعدها كان الاتفاق، يعني كان على فكرة بالمناسبة كان الاتفاق يعني كان حتى في شبه اتفاق ضمني من دول زي دول الإمارات والسعودية، اللي دول جزء منها في التحالف السعودي أيام الملك عبد الله. نعم. كان على أساس أنه الحوثيين حيثبتوا الفرقة ويرجعوا، وعلى أساس أن الفرقة هي الذراع عسكري أو حليف عسكري للإخوان. كيف بنيتي هذا الطرح أستاذة ميساء أنه كان المخطط أنهم يسقطون الفرقة ويعودون؟ هو طبعا كانت سذاجة أو كانت يعني هي نوع من التفاهة السياسية تصور هذا الشيء، وأنه يتورط في رئيس جمهورية ويتورط في قيادة حزبية ويتورط في
دول بهذه الفكرة، هي فكرة فيها كثير من الاستفزاز السياسي. في الأخير اليمن دولة وضعها هش، فما كانتش يعني ما كانتش متحملة لعبة بهذا الجزارة يعني. طبعا اتفاقية السلم والشراكة هي اتفاقية فرضها سلاح ميليشيا، وبالتالي كانت محكومة بالفشل من أول لحظة. نعم، هنا أتساءل، هنا أسألك سيدة ميساء، ما الخيارات التي كانت متاحة لدى حزب الإصلاح تحديدا كأكبر الأحزاب السياسية وربما الأحزاب السياسية الأخرى نظري كان وقتها لعدم الانخراط والتماهي مع ميليشيا الحوثي وأيضا التورط في التوقيع على اتفاقية بهذا السوء؟ كان ممكن في أسوأ الحالات، إذا هو حزب الإصلاح لا يريد الدخول في عملية عسكرية بشكل مفرد، يعني مقاومة عسكرية ضد الحوثي، وكان في خيارين، يا اما مقاومه مسلحه للحوثي فردا من صنعاء بحيث ان صنعاء تظل عاصمه لليمنيين وعاصمه الدوله اليمنيه، وبهكذا نكون قدرنا ان احنا نحافظ على تماسك هذه الدوله، يا اما تحميل الحوثي مسؤوليه السلطه بالكامل وياخذ الحمل بما جمل. فبالتالي وقتها الحوثي يا اما قدامه انه يشارك الاخرين، يا اما يكون هو المسؤول عن السلطه امام الاخرين، وهو بالتالي حيثبت فشله امام الاخرين. وقتها الاصلاح ممكن يتحرك ويعيد بناء تحالفات جديدة ضد الحوثي، كان هذا ممكن. لكن اتفاقية السلم والشراكة كانت أكبر خطأ كارثي قامت بها القوى السياسية اليمنية كلها، لأنها شرعنت إسقاط العاصمة صنعاء، بدأ كأنه مكافأة لعملية عسكرية بهذا السوء. هي عملية إسقاط الدولة اليمنية، هي عملية عاصمة صنعاء لما تكون بميليشيا الطائفات لا تتحول من عاصمة لليمنيين إلى مدينة مثلوبة، فبالتالي اليمنيين لا يصيرون بلا عاصمة بلا دولة، فهذا طبيعي التمزق الاجتماعي اللي حصل في اليمن والانهيار السياسي اللي حصل في اليمن. كان المفروض وقتها اتفاقية السلم والشراكة لا يوقع إلا لما الحوثيين يرجعوا. هي عمليا خطوة من خطوات أو مرحلة من مراحل الانقلاب، يعني كانت تحصيل حاصل بطبيعة الحال. سيد عدنان العديني تلا ذلك عاصفة الحزم، بعدها بوقت قصير كان حزب الإصلاح تقريبا الحزب الوحيد الذي أعلن موقفا صريحا من عاصفة الحزم، يعني بينما الأحزاب الأخرى لم تعلن موقفا كما هو الحال مع الإصلاح، وربما هذا ما جعل البعض يصف الإصلاح دائما بالغباء السياسي إذا صح التعبير، بأنه كان له أن يستمر في صمته ويشارك بعد ذلك في مؤتمر الرياض دون أن يورط نفسه بتأييدا صريحا لعاصفة الحزم، ويعرض قياداته وأعضائه للاختطاف والملاحقة. ما هو السؤال؟ السؤال، هل تعتقد بأنه فعلا حزب الإصلاح كان موفقا في إعلانه لتأييد عاصفة الحزم دون عن قوى سياسية أخرى؟ قبل الحديث على عاصفة الحزم أود أن أشير إلى أن التقمع من الإصلاح وعبر ممثلي في الحوار السياسي الأستاذ محمد قحطان الذي ما زال إلى المختطف كان قد طرح مبادرة لحماية العاصمة بقوات يتم تشكيلها من جميع المحافظات اليمنية حتى نستطيع أن نقول أن العاصمة بحوزة قوات غير منحازة أو لا تنتمي لأي فئة قبلية أو مذهبية. هذه المبادرة قدمها الإصلاح لمحاولة إنقاذ ما يمكن أن ينقذه في تلك اللحظة، لكنها قوبلت بالرفض والاستهجان ولم تلقى أذان صاغية. الحديث على أن كان على الإصلاح، متى قدمت هذه الرؤية سيد عدنان؟ قدمت الرؤية لجمال بن عمر في موفنبيك قبيل السقوط الكامل لمؤسسات الدولة والرئيس أو بعدها في أثناء. لماذا لم تعلن؟ لماذا لا تعلنوا عنها على الأقل كإسقاط؟ تم الإعلان عنها وأعلنها محمد قحطان ونشرت حينها بالصحف، وكانت تتحدث على وكان أهم مضامينها هو أن تتشكل قوة عسكرية وطنية تنتمي لكل محافظات البلد ولا تحتكرها فئة ولا منطقة ولا جهة ولا تيار، وهذه هي التي تتحمل مسؤولية حماية العاصمة حتى تبقى عاصمة لكل أبناء اليمن. أما الحديث على أن التجمع اليمني للإصلاح كان بإمكانه أن يعود إلى مقراته وينتظر حتى يفشل الحوثي، ف
فهذا الأمر كان يمكن أن يكون يعني كان ممكنا لو أننا أمام قوة سياسية لن تذهب لملاحقة الناس إلى مقراتهم ولا إلى بيوتهم وتفجيرها ونهبها وقتل الناس وتجريف الحياة السياسية وإخلاءها من الأحزاب ومن كل مظاهر العمل المدني. كنا أمام جماعة مسلحة نحاول أن نبقي على ما يمكن أن يبقى من أجهزة الدولة السيادية، لا سيما مؤسسة الجيش والأمن، وعدم الوصول إلى الانهيار الشامل والعودة برئيس الجمهورية كون حتى يبقى شيء يتمسك به اليمنيون كقاسم مشترك. هذا الذي كان يدفعنا إلى نعم ولكن بالمقابل سيد عدنان أعتذر عن المقاطعة، لكن بالمقابل أيضا هناك من يرى بأن حزب الإصلاح لم يتعامل بجدية مع ملف المختطفين وأيضا الشهداء من قيادات الحزب كما هو الحال مع المختطف محمد قحطان وأيضا الشهيد الرجوي. يعني لماذا هذا التساهل في التعامل مع هذا الملف سيد عدنان، ولماذا لا نجده ضمن الشروط لأي مشاورات أو تسويات سياسية قادمة؟ أو بعد ذلك حينما سقطت الدولة وأصر الحوثيون على أن يصلوا إلى المحافظات، إلى كل المحافظات اليمنية بقوة السلاح، وهنا شعر التجمع العلمي الإصلاح كان رسالة واضحة لجميع القوى السياسية بأن لا دولة، وأن هذه الجماعة ماضية ليس فقط في إسقاط الدولة بل وفي تجريف المجتمع وتمزيقه وتهديد النسيج الاجتماعي. سنبقى ليس فقط بدون دولة وأيضا بدون مجتمع يمكن أن تقوم عليه الدولة في المستقبل. لذلك كان المحدد الرئيسي الذي يحكمنا هو أنه يجب أن تعود الدولة، هذه الدولة يجب أن تعود بالحوارات السياسية على مستوى المحلي، إن لم نستطع فعلى المجتمع الإقليمي والدولي أن يكون حليفنا في استعادة الدولة التي هي ضمانة ليس فقط لأمننا نحن في اليمن وإنما للأمن الإقليمي والدولي. أما بالنسبة للذين اختطفتهم جماعة الحوثي، كلنا يعلم بأن التجمع اليمني للإصلاح يدفع أثمانا باهظة نتيجة للموقف الذي قدمه. لو لم يكن للإصلاح الموقف الرافض لجماعة الحوثي أو لعملية إسقاط الدولة، لكان قادة التجمع اليمني للإصلاح كغيرهم من بعض التيارات السياسية في بيوتهم آمنين، ولا كانت مقراتهم مفتوحة، ولما تعرضوا لهذا التجريف. يعني ما الذي كان يراد مننا؟ أن نبقي على كياناتنا في ظل غياب الدولة؟ بالتأكيد لماذا لا تمارسوا ضغوط لإطلاق المختطفين؟ لديكم 10,000 المختطفين لدى ميليشيا الحوثي، نحن لا نجد أداء سياسيا يرقى لمستوى هذه الجرائم والانتهاكات المتعلقة بأعضائكم وقياداتكم في الداخل. نحن لا نتفاوض مع جماعة الحوثي مباشرة. نعم. في النهاية التجمع اليمني للإصلاح جزء من معسكر الشرعية، والتفاوض من أجل عودة الدولة، وكل التفاوضات تجري من قبل المؤسسات السلطة الشرعية، وبالتالي فإن هذه السلطة هي التي تتحمل مسؤولية إيراد مثل هذه القضايا أمام المفاوض. أما بالنسبة لموقفنا فنحن منذ أن يختطف الأستاذ محمد قحطان كان هناك مجموعة من المواقف السياسية إضافة إلى الأداء الإعلامي في كل المراحل وعلى مستوى سنة كاملة. بالنسبة للمفاوضات فهذا أمر أو ملف متروك للسلطة الشرعية الحكومة والرئاسة، وهي التي تتحمل مسؤولية المطالبة بهؤلاء، لأن هؤلاء لم يخطفوا لأنهم فقط في أعضاء التجمع اليمني للإصلاح، بل لأنهم، وهذا هو الأهم، لأن هذا الحزب انحاز للشرعية وأصر على عودة الدولة ورفض الهيمنة العسكرية من قبل ميليشيات لا تؤمن بالنظام الجمهوري ولا بالدولة اليمنية الواحدة. نعم سيدة ميساء، يعني هناك يعني كما يعرف الجميع بأن حزب الإصلاح يتعرض لهجمة واسعة وعداء كبير من قبل فرقاء سياسيين في الداخل وفي الإقليم، برأيك كيف تفسرين هذه الموجة الكبيرة من العداء لحزب الإصلاح؟ ما هي الأخطاء التي يرتكبها الإصلاح حتى نال كل هذا الحجم من الخصوم والعداوة؟ حزب الإصلاح زي حركة الإخوان اهتمت بالجانب التنظيمي وليس الجانب الفكري، تمت غرزت في نفوس أبنائها فكرة الولاء أكثر منها فكرة التنظيم اللي هو قايم على أسس ديمقراطية أو شيء يعني يتيح لهم القدرة على النقد. يعني فصار الحزب عبارة عن تكوين تنظيمي ضخم لكنه فكريا لا يتطور. العملية السياسية كانت تغيرت جذريا من بعد 2011 ومن ثم تغيرت جذريا بعد 2014، في كل مرة كان حزب الإصلاح لا يبدو أنه قادر على مراجعة أخطائه
ولا انه قادر انه هو يستوعب المتغيرات الجديده بحيث انه هو يمارسها، يعني يتبنى خيارات سياسيه اكثر ابتكار، يعني فيها شيء من الخيال السياسي. نعم. يعني مثلا كان الشباب وقتها يخرجوا مظاهرات في جامعه صنعاء ضد الحوثيين بالذات بعد اكتمال الانقلاب في شهر يناير. الاحزاب بما فيها حزب الاصلاح كانت تصمم انها تظل تتصاور مع الحوثي، يعني انا مش قادره افهم الاحزاب اليمنيه ايش كانت بتفكر وقتها. نعم. وقت شبابهم كانوا بيخرجوا مظاهرات وهم لم يوقفوا التفاوض، في وقتها كان الشباب بيتعرضوا لجمع شديد. نعم نعم. في نوع من التمادي في الاخطاء، يعني استمرار في الخطا، يعني كان واضح جدا ان الحوثي لن يوقفوا هو التفاوض. وان شهيته السياسية صارت مفتوحة بشكل غير عادي، وانه لم يعد يغلقها شيء، يعني ما في شيء في امكانية، وانه ما في حزب ان الحوثيين غير قادرين على الشراكة، غير قابلين للشراكة. نعم سيدة. فكرة التفاوض اثناءها كانت واضح جدا انها فكرة فاشلة. نعم. وعوضا عن الانحياز للخيار الشبابي في الشارع، قرروا انهم ينحازوا لخيارات سياسية بائسة وانتهازية وما كانش لها اي افق اصلا، وفعلا فشل. كل نعم ما حدث انه الحوت. نعم تفضلي. نعم دعيني انقل هذه الافكار، انك طرحتي يعني افكار كثيره حول التناقض بين الادبيات، تقريبا ادبيات الحزب حزب الاصلاح وبين الممارس من قبل الحزب. اسالك سيد عدنان العديني، هنا هذا ما اخذ حقيقي على حزب الاصلاح بان هناك هو كبيره، ويعني بين الادبيات ادبيات الحزب حزب الاصلاح وبين الممارسات وايضا بين القرارات السياسيه التي تتخذ من قبل القيادات الشائخه او الهرم وبين القاعدة الشبابية الكبيرة، هناك فرق كبير بين، وهناك أيضا من يصف الحزب حزب الإصلاح بأنه حزب شاب فتي بعقل شائخ أو بعقل خرف كما يقال، كيف تتعاملون مع هذه المشكلة؟ أولا أنا أشكر الأستاذة ميساء على اهتمامها بتجمع اليمين الإصلاح وبتجربته، وما تقوله هو يؤخذ بعين الاعتبار، لكن أريد أن ألفت النظر إلى أن التجمع اليمني للإصلاح ليس فكرة، ليس مجرد فكرة. نعم. هو تجربة سياسية امتدت لأكثر من 20 عاما. هذه التجربة بدأت كأي بدايات للأحزاب في العالم الثالث، لكنها انتهت وهي تلتزم الخط الديمقراطي في داخل الأطر الحزبية. التجمع اليمني للإصلاح، لا لكن سيد عدنان، سيد عدنان هنا أكمل الفكرة، أكمل. نعم. الفكرة التجمع اليمني للإصلاح، لو أن هناك قراءة يعني لتجربته، نحن بدأنا في الديمقراطية الداخلية ونحن نزكي أعضاء مجلس المؤتمر العام، لكن انتهينا بانتخابات كاملة وصريحة، وأظن أن الأستاذة ميساء شجاع الدين تتذكر أن التجمع اليمني للإصلاح هو الحزب الوحيد الذي يبدو أن هناك فيدرالية داخلية كاملة، حتى أن أعضاء مجلس الشورى ينتخبون من المحليات وليس من المؤتمر العام المركزي. وأتذكر أن سياسيا في أحد الأحزاب السياسية لامن على هذا الأمر وقال أن هذا المسلك الخطر يمكن أن يؤدي إلى تمزيق الحزب، لكننا كنا نراهن فعلا على منح المحليات التنظيمات المحلية مساحة أكبر في اتخاذ القرار، وهذا الأمر لم يكن موجود في أي حزب حتى نقارن به. نحن نريد. نعم سيد عدنان. نعم الأمر نعم. هناك أيضا فيما يتعلق بالمؤتمر العام، هناك أيضا حديث عن أنه حتى الآن لم تأخر كثيرا، يعني تنفيذ المؤتمر العام لم يعد لدينا المزيد من الوقت، فقط هناك تساؤلات كثيرة طرحت أيضا على صفحة الفيسبوك، ونحن نضع موضوع اليوم ارتباط الحزب. لا بأس أستاذ عدنان، فقط في أقل من دقيقة هناك حديث عن أن حزب الإصلاح ارتبط بأسماء وبشخصيات عرفت بورائها للنظام السابق، سواء على مستوى الشخصيات الدينية أو القبلية أو العسكرية، وهذا أيضا أثر كثيرا على شعبية الإصلاح وعلى نظرة الشباب والمجتمع له. أولا المجتمع القبلي الذي يتحدثون عنه، كل الأحزاب السياسية كان لها ارتباطات بهذا المجتمع القبلي. نعم. الجديد في التجمع اليمني للإصلاح أنه وظف حضوره في المجتمع القبلي لتأييد الثورة. استطاع التجمع اليمني للإصلاح أن يصنع من القوى القبلية في شمال صنعاء أحد
أهم العناصر التي غيرت معادلة الصراع في البلد في 2011. الأمر الآخر، تعالوا من خلال التجربة لتروا ما الذي صنعه الإصلاح بهذه الكتلة الكبيرة التي كانت يعني تستخدم فقط لتغذية الصراعات، كيف أنه وظفها في الصراع السياسي، أصبح جمهورا انتخابيا، وسع المجتمع السياسي إلى حد شمل هذه، صار الإصلاحيون في هذه المناطق يتحدثون عن مشاركتهم في الحياة السياسية، يتجمهرون سلميا، يباهون في نعم في نعم سيد عدنان، هذا ما تقوله أنت وما يقوله أيضا حزب الإصلاح، لكن ربما الواقع يقول شيء آخر. يعني ما الذي يقوله الواقع؟ أنا أتحدث أيضا عن الواقع أيضا للمشهد، أيضا ظهور شخصيات دينية ترفض، أو شخصيات محسوبة على حزب الإصلاح ترفض مخرجات مؤتمر الحوار. أيضا هذا سؤال مفتوح، أتمنى أن نجد له إجابات في حلقات قادمة. أشكركم جزيل الشكر ضيفي من إسطنبول سيد عدنان العديني القيادي في حزب الإصلاح، والأستاذة ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة السياسية. في ختام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء، تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر، ومن فريق الإعداد أسامة القطيبي وعصام القيسي وكافة الفريق الفني للبرنامج، ألقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمان الله.